سجلنا تاني رمضان الجاي. شوفي هو انت كل رمضان فاضيه طبعا كتير مننا بيبقى محتاج وقت المناسبه اللي عنده، سواء عيد ميلاد او حفله خطوبه او حفله او اي حاجه، يكون محتاج شخص ينظم له المناسبه بتاعته. وطبعا لو مناسبة مهمة كمان، علشان كده احنا معانا النهاردة اختين بدأوا في المجال ده وبقوا مميزين جدا في مجالهم بشكل احترافي، ريهام وندى. اهلا بيكم، نورتونا حبايبي. اهلا بيكم، ازيكم؟ الحمد لله. احنا طبعا اول سؤال هبدأ بيك يا ندى، انتوا بدأتوا تدخلوا في المجال انكم تعملوا الديكورات بتاعة المناسبات ايه؟ اولا انا خريجه ليسانس اداب فرنساوي، عملت دبلوم الترجمه سنتين، بس كنت حابه اللغه جدا بس ما لقيتش نفسي في المجال، يعني في التدريس او كده او الترجمه. كنت دايما طول عمري بحب قوي الشغل الهاند ميد، واي ايفنت خاص بينا لازم اكون بعمل حاجه مختلفه مريحه للعين تبسطنا وتعمل حاجه مميزه في المكان يعني. فبعدها اشتغلت في مكان برضو ليه علاقة بالأطفال والديكورات بتاعتهم، كانوا بيتبسطوا جدا وأنا حقيقة كنت بتبسط قوي أول لما بعملهم حتى لو حاجة بسيطة وبيتبسطوا بيها. وبعدها طلب مني أن أنا أعمل مشاريع خاصة بالروبوت بيدخلوا بيها بطولات الأطفال، الحمد لله كانوا بيطلعوا من الأوائل. بعدها برضو بقيت مسؤولة عن ديكورات الحفلات بتاعت الأطفال، كنت بعمل حاجات كلها من الكرتون توتالي هاند ميد، نجيب أفكار ونعملها ونشتغل عليها. فبعدها حبيت بقى أن أنا أعمل حاجة خاصة بي لنفسي، يعني طبعا بدعم أهلي وأصحابي وكده. بدأت بقى وكل مرة كان بيطلب مني حاجة مختلفة وتحدي جديد، تشالنج جديدة أشتغل عليها. فحقيقي بحب شغلي جدا يعني. برافو عليك ان انت يعني شفتي فين موهبتك ويعني خليتيها هي الشغلة بتاعتك. وانت بقى ريهام؟ انا والله كنت يعني ميالة لحاجة تانية خالص، كنت بدأت في الكيكس والثري دي كيكس وكده، بدأت اشتغلت في يعني عملت كوب كيكس وكيكس وكده، وبعدين حسيت ان انا وندى متفقين في حاجة وعايزين نتقابل يعني. فالحمد لله بدأنا نتفق في حاجات ونكمل بعض. فالحمد لله يعني ربنا وفقنا يعني بدأنا نعمل، دخلنا في ديكورات غرف الولادات وعيد الميلاد والسبوع والعقيقة والكلام ده والخطوبات وكده، فالموضوع توسع معنا جدا، عندنا أفكار كتير جدا جدا عايزين يعني احنا نفذنا وعايزين ننفذ أكتر وأكتر. فالحمد لله يعني. برافو عليكم. تعالوا كده نوري مشاهدينا جزء من الشغل بتاعكم على الشاشة كده برضو، وعلقوا عليه علشان يشوفوا الستايلات اللي انتوا بتعملوها في المناسبات المختلفة. ده ديكور خطوبة. أنا بشتغل بقالي 6 سنين، آخر سنتين الشغل بقى زاد معايا جدا، كان لازم حد يبقى معايا في الشغل، يبقى قلبه عليه زي أنا ويشتغل بنفس الضمير ويبقى عنده نفس الحب ونفس الشغف. فكانت ما لقيتش طبعا أحسن من ريهام أختي تبقى معايا تكمل معايا المسيرة. أكتر حاجة أنا اشتغلتها كانت ديكورات الخطوبة في الأول، بعدها اتعرض عليا أن أنا أمسك أكتر من مركز في المنصورة للولادة. فعملنا حاجات كتير مختلفة. بعدها بقى ريهام دخلت معايا الخطوبة. الورد الأحمر ده تريندي جدا، مطلوب جدا الفترة دي. العميلة طلبته بشكل مميز. انت هنا مثلا اخترتي في الخطوبات او قراية الفاتحة يعني الحاجات اللي بتبقى في البيت الورود. بالظبط، هي بتبقى افخم حاجة واشيك حاجة. كمان بنشوف مع بعض مع الكلاينت المكان، بنختار مع بعض المكان المناسب بالنسبة لو هو بيت مقفول، بنختار أنسب مكان بنشتغل عليه، بنعمل بقى مناقشة مع بعض، هي حابة ايه، حابة ألوان ايه، في حاجات بنستبعدها في حاجات بنضيفها. بيبقى معانا وقت تنفيذ الإيفنت أكتر من حاجة،
في حاجات ممكن تتحط تضيف حاجة لمسة ما كناش نتوقعها. هنا مثلا الكوشة الفريمات الجولد دي كانت العميلة مختارة ورد أبيض وبيج، لا حبينا ان احنا نضيف اللمسة بتاعت الورد البيبي بلو، ضافت جدا للمكان مع الإضاءة. هنا بقى حبينا ان احنا العميلة كانت عايزة الشيدز بتاعت البينك كلها والأبيض. هو بقى الديكور بيبقى على حسب برضو لون الفستان بتاعها مثلا او الوان البيت او كده صح؟ ايوه مظبوط، يعني بيبقى برضو في الوان دريسز وكده بتبقى بتليق على اي حاجه، خصوصا الورد الابيض بيبقى في كل حاجه هو ملك الالوان يعني. بس قولي لي بقى ايه تاني الديكورات اللي انتوا بتعملوها غير الخطوبه؟ بدانا نعمل غرف الولاده وحسينا ان احنا يعني عايزين نغير الفكره تماما، مش يكون الالوان ابيض وبينك وبلو وخلاص كده، لا بدانا ندخل ستايلات مختلفه خالص. دخلنا بنغير شكل وجو الاوضه تماما، بحيث انه بيغير على بي يعني بي 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 بيضيف بيضيف للمكان وبيريح نفسيه الحامل وهي داخله. ايوه ده بيأثر عليه على الحاله جدا، الكلاينت بتبقى داخله ناسيه ان هي داخله عمليه او اي حاجه. ده مثلا كانت الكلاينت طالبه حاجه معينه من فتره ومش عايزه بالونات بس او كده، يعني عايزه تدخل فلاورز، وظبطنا الميه وظبطنا الشوكليت وكده. الميه دي بتبقى ميه زمزم، كله مود واحد، في ميه زمزم وفي ميه عاديه. تمام. ده برضو نوع تاني خالص مختلف، ده كان مطلوب مننا من الساعة 11 بالليل، نفذناه 8 الصبح من غير طباعة ألوان، كل حاجة ما كانتش جاهزة. أسرع أسرع ديكور عملته مننا. أيوة. ده كتير، ده العادي. والولادات فجأة بقى صعبة. يعني الحمد لله بنكون قد المسؤولية وبنسد جدا الحمد لله. ده ديكور حبينا يعني نختلف عن الأبيض والبلو كده، دخلنا ألوان تانية وجو تاني خالص، غيرنا من شكل الأوضة تماما. بس نحاول نبقى مميزين في المجال ده بالذات، يعني احنا الحمد لله من اكتر الناس المميزه في الموضوع ده تحديدا بتاع الولاده. انتوا طبعا من المنصور. ونورتونا طبعا. الله يخليك. واحنا برضو عايزين نسالكوا على اعياد الميلاد بتعملوها ازاي، ايه الافكار الجديده اللي انتوا ممكن بتعملوها في اعياد الميلاد؟ والله هو اللي يعني اللي بنعملهم غرف الولاده بيطلبونا في السبوع والعقيقه واعياد الميلاد كده، دي اهم حاجه، ده اهم هدف عندنا. ان العميل او الكلاينت يبقى دايما احنا معاه وخلاص، مش بقى خلاص مش هيفكر في حد تاني. الحمد لله. احلى حاجه يعني مثلا من اول بقى ما البنت تقرا الفاتحه وتتخطب هي بقى معاه كل حد ما تخلف. الحمد لله. وتعمل اعياد الميلاد ده فعلا حصل كتير، يعني ده فعلا حصل كتير، بنبقى اصلا خلاص احنا عارفين طلب الكلاينت ده تحديدا، فاهمين بعض وبنبقى بقى اصحاب خلاص، يعني انت هتلدى الايفنت معاكي خلاص تمام. انا عارفه دماغها خلاص، عارفه كل الحاجات اللي بتضايقها ايه، بنبعد عنها تماما، كل الحاجات اللي هتعجبها وتحبها ايه واللي هتتفاجئ بيها. وقتها طبعا لازم، ده احنا بنعمله اللي هو لازم يبقى فيه اضافه. لازم مش اللي هو كل حاجه انا هعمل كذا وكذا وكذا، لا لازم تتفاجئي بحاجه وتتبسطي بيها. طب ما انتوا جبتوا اي صور او فيديوهات تانية ممكن نحطها برضو للمناسبات المختلفه التانية؟ حطوها كده ونعلق عليها برضو لما ايه المشاهدين تشوف كده الحاجات اللي انتوا عاملينها اعياد الميلاد هتنزل. ده مثلا عيد ميلاد كان يعني مطلوب للميري ميد، وكان يعني عايزين ندخل جو اعماق البحار والكلام من ده، طبعا معتمدين على الالوان والمجسمات وكده، في حاجات هاند ميد كتير متعبه، حاجات هاند ميد وتفاصيل. انتوا بتعملوها ده برضو
حاجه سين مختلف تمام سين مختلف مش متداول حاجه مزج بين الباتيسري والكيوت كات والالوان برده مش اي حد يعمل الابيض في الاسود في الديكوريشن خالص يعني صعب ان هو صعب يطلع حلو وفي مغامره ايوه ده قصه بقى لوحده ده في قاعه شكله قصه وتفاصيل ويعني تحسي ان انت فعلا جوه القلعه تفاصيله كتيره جدا الكتاب والقصه بتاعت البرنسس كلها في كمان كتب صغيره معمول منها ترابيزات دي برضو كانت حاجه مميزه جدا كانت مجمعه كل البرنسس بكل تفاصيلها كل تيبل واخده قصه برنسس لوحده منفصله عن التانية حلوه قوي الفكره في برضو حاجات كتير الحمد لله مميزه ده كان مدخل لقاعه بنظبطها من اولها لاخرها الدخله بتاعتها بحيث ان احنا دي فكره بدايه فكره للايفنت نفسه تمام عباره عن كله خلاص هو كله سيم واحد قايم على فكره واحده ده برضو بتبقى حاجه مش سهله ابدا بتبقى متعبه برافو عليك الله يخليك طيب في برضو مناسبات تانية زي مثلا رمضان مناسبات العيد الحاجات الايفنتات الحاجات اللي زي دي بتعملوها كمان الحمد لله احنا كل سنه لازم ننزل نادي جزيره الورد نحط الايفنت بتاعنا بيبقى طبعا جو مختلف خالص اكيد حضرتك يعني ده المفضل بالنسبه لك بتبقى المتعه فيها على قد تعبها وكده لا المتعه فيها هي المتعه بالنسبه لي هنا ان العميل بيدخل يتصور في الجزء بتاعه هو مبسوط وبيضحك هي ده اللي بينسيني اي تعب ايوه انا ما رحت قبل كده في رمضان في نادي جزيره الورد في المنصوره وشفت الديكورات بتاعتكم وتصورت فيها ايوه انا وحمزه ايوه حضرتك نورتيني بعبايات رمضان مبسوطه جدا وكنتوا عاملين مود تحفه لرمضان وديكور حلو جدا 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 برافو عليكم طب نشوف بقيه الديكورات برده كده ونعلق عليها بس برافو انتوا بتعملوا شغل حلو بس ما شاء الله انتوا كمان طورتوا من نفسكم في حاجات مختلفه ثانيه ده ديكور رمضان اللي فات الحمد لله كان من الحاجات المميزه جدا في السنه دي بالذات يعني كان في كم لازم ثلاثه باك دروب مختلفه الناس تدخل محتاره تتصور فين ولا فين وكمان بنكمل طول الشهر فما ينفعش الكلاينت عندنا يمل لا كل يوم ينزل عايز يتصور عايز يتصور مع اولاده مع اصحابه مع اهله عزومه حاجه فيها روح رمضان ده العيد اعتمدنا بقى على الالوان ده ديكور عيد ميلاد تعبنا قوي كانت الكلاينت بالمناسبه دي كانت معانا زي ما قلت لك بتبقى معانا من اول يوم يعني عملت لها ديكوريشن وهي حامل وبعدين جابتنا في الولاده وبعدين ده كان الاسبوع هي كلاينت محدده قوي عايزه الالوان فاتحه جدا بتحب طول عمرها سندريلا بس هي مش عايزه بنتها هي سندريلا هي عايزه البنت البيبي هي الملكه بتاعه الفيلم فازاي نعمل ده من غير ما نحط الشخصيه ويبقى بيبي شاور فاخدنا بقى القصه كلها ماشيين من اول الكتاب وصفحاته وهي بتتقلب وبعدين لحد ما نوصل للمشهد بتاع الدريس بتاع سندريلا هو بيتفصل كله والشوز الضايع من سندريلا على الكوشن بتاعتها برافو عملتوا قصه يعني فقصه دايما ماشيه في كل طحف. كورنر بتتصور بتاخد صوره مختلفه تماما عن الثانيه وفي نفس الوقت الدنيا كلها مكمله بعضها وشيك ولايقه على بعضها ده بقى يعني هي الكلاينت كانت طالبه ممكن نرجع للصوره تاني ولا صعب يعني لا انت قولي تمام ده كان ديكور عيد ميلاد عندها 27 سنة جوزها كان عامل لها مفاجأة عملناه بشكل يعني اتكلمنا مع بعض وكده واخدنا الفكرة بس برضو عملنا في افكار كتير كانت مليانة جدا الحمد لله طلع كده
برافو. هو انا يعني ملاحظه اللي بيميز الديكورات بتاعتكو التفاصيل، يعني انتوا بتعملوا تفاصيل وبتعملوا كمان حاجات فنيه، مش مجرد ديكور اهو خلاص اتركب وحاطين عليه شويه بالونات ولا ورد وخلاص، لا في بقى تفاصيل، تفاصيل فنيه كتير في الموضوع. احنا بنعيش فيه يعني بندخل جواه. وبعدين احنا هدفنا دايما ان هو لازم كل حاجه مختلفه، احنا اصلا من النوع الملول يعني احنا لا احنا هنا استخدمنا اضاءه، لا مش عايزين نستخدم اضاءه المره دي، عايزين نعمل فكره جديده. طيب بتطوروا على طول؟ بالظبط، انا دايما ريسيرش طول الوقت. طيب احنا عايزين نحط بقى الصفحه بتاعتكم عشان اي حد حابب ان هو يتواصل معاكم. انتوا في المنصوره تمام، لكن هل بتقدروا تخرجوا تعملوا اي حاجات بره المنصوره عشان لو حد عايز يتعامل معاكم؟ طول الوقت بره المنصوره عادي. تمام، الصفحه رحنا كل المحافظات. برافو برافو عليك. الصفحه بتاعتكم هتتحط دلوقتي على الشاشه اهي، قولوا اسمها ندس ديكوريشن. تمام. دي انستا ندس ديكوريشن. تمام تمام. لو اي حد بقى عايز يتواصل معاكم يتواصل معاكم، طبعا الارقام موجوده كمان على الشاشه لو حد عنده اي مناسبه يتواصل ايه معاكم. انتوا نورتوني ومبسوطه انكم كنتوا معايا النهارده، وربنا يوفقكم. ربنا يخليكي ذوقك. شكرا لكم يا حبايبي، وشكرا لكل مشاهدينا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.